السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعي قناة توتو سيتي بكل خير. كشفت اليوم شركة إيسيزو اليابانية عن سيارة البيك أب الجديدة كليا كموديل عام 2024 إيسيزو دي ماكس بنسخة وتصميم جديد كليا. كما تلاحظون هذه الداخلية سيارة بيك أب ذات مهام قوية جدا وقوة، وتتوفر بمحرك جديد كليا، وهناك نسخة كهربائية بالكامل سوف يتم الكشف عليها في عام 2024. طبعا هذه الفئة تأتي منافسة لتويوتا هايلوكس، إيسيزو دي ماكس، أضواء أمامية LED، وإشارة تسلسلية، كشاف الضباب. شكل السيارة والتصميم جميل جدا، نيو دي ماكس 4x4 ديفلوك، لا تنسوا متابعي قناة توتو سيتي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وشكرا لكم. شاشة العدادات كما تلاحظون، هذه المقصورة الداخلية، مقصورة داخلية فخمة جداً.